خطتك ايه بقى الفترة اللي جاية ان شاء الله؟ عندي ان شاء الله بجهز ألبوم بعد، يعني في الفترة بتاعت بعد العيد دي هنزل منه أغنية سنجل اسمها نسيت نفسي، وفي حاجة تانية اسمها قول لي مالك، وفي حاجة اسمها يا ليلة بيضة، يعني حاجات في الألبوم. ممكن أسمعك حتة من نسيت نفسي، يعني ممكن نقول حاجة من نسيت نفسي. يلا بينا. طبعا يا ريت. هي كلمات محمود شافعي وألحان وليد سامي. في حبك كنت غلطان بجد فعلا ندمان، أنا كنت متمسك بوهم وحد ملوش أصلا أمان. نسيت نفسي وكالعادة عشان بهتم بزيادة، يا ريتك كنت تستاهل دلوقتي هتدوق الحرمان. احساس ومات خلاص وعدى وقته كله ماضي، بقى قلبه فاضي علشان بجد تعبت من كتر العذاب. حاجه كده يعني. طيب ادهم، انت قلت ان انت كنت بتلعب كوره، بتحب الكوره، فانت مشجع اهلاوي كده كده من صغرك. الفنانين احنا دايما عارفين عنهم ان هم بيتمتعوا بثبات انفعالي كده وهدوء، دايما لما حد يكون كده دماغه، يعني عارف اللي هو دماغه كبيره كده، يقول لك ده فنان قوي في نفسه. التشجيع بقى، تشجيع النادي الاهلي، اكيد تشجيع النادي الاهلي بيبقى مختلف بالنسبه لك، اكيد ما الهدوء ده كله نحطه على جنب وبيبقى فيه وش تاني بقى للفنان. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه، انا دايما بروح الاستاد في الماتشات اللي هي المصيريه والمهمه. ليا مواقف كتير جدا في الاستاد صعبه مع الناس اللي، يعني انا ما بقعدش بقى لا مقصوره ولا اولى ولا الكلام ده، الا في حالات معينه لما ببقى تعبان، انما انا على طول في الثالثه. الثالثه مفيش مكان في الثالثه، والثالثه متقفله، انا في الثالثه. جمهور الاهلاوي الاصيل طبعا جدا يعني. فلا عايزه يعني مش عارف اقولها ازاي، طول ما الجمهور في المدرج فرقتك بخير. سواء منتخب او النادي الاهلي طبعاً، او سي اي نادي من الانديه المنافسه. طبعا احنا كنا في اول الحلقه طبعا، يعني طول ما الجمهور في المدرج ومال المدرج الفرقه بخير. وانت في المدرج بتغني لها ولا بتشجع بس؟ لا، ما انا ما بركزش غير اللي بشجع وبطلع صوت رايح، ممكن اقعد بعدها اسبوع ما بنزلش شغل، ما بعملش حاجه، مش قادر اتكلم. او جمهور الاهلي حضر معانا طبعا، اللي احنا كلنا منهم الحقيقه، اعظم جمهور في الكون. لما بنقول انه النادي الاهلي اعظم جمهور، هو فعلا اعظم جمهور في الكون طبعا، دي حقيقه. في من يعني من الحاجات الطريفه اللي حاصله، الاغنيه بتاعت في الوقت الصعب، اللي منفذ الكليب عليها هنا في القناه بالصدفه، هم جايبيني وانا في المدرج اصلا في قلب يعني هم، انا مش منفذ حاجه، انا بعت الغنوه وهم نفذوا الكليب عليها، فجايبيني وانا في المدرج في قلب الاغنيه. حلوه دي. دي ما طبعا، وانا يعني انا ده اقل حاجه ممكن الواحد يقدمها للنادي الاهلي، لاني انا فرحتي في النادي الاهلي. انت منورتنا النهارده في قناه النادي الاهلي، وانبسطنا جدا بوجودك معانا النهارده، وبتمنى لك كل النجاح يا رب. كل سنه وانتم طيبين، وانت كل سنه وكل الاهلاويه بخير. انت طيب وبخير. طبعا احنا دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل عشان نستكمل بقيه فقراتنا الحواريه في الاهلي في رمضان.